السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسرار رؤية الديدان في المنام. فأغلب مفسر الأحلام ومعبر الرؤى اتفقوا على أن الديدان بشارة خير ورزق كثير للرائي بإذن الله، لكن يحتار الرائي في حالات كثيرة فيقول لك: رأيت ديدانا بيضاء وديدانا سوداء، فلماذا أنا رأيتهم بيضاء وغيري يراهم سوداء؟ هنا يكمن السر. ففي كلتا الحالتين رؤية الديدان كما قلت لكم رزق طيب ومحمود، الأبيض منه رزق دون تعب ودون أي شبهات وشفاء بإذن الله، أما الأسود منه فهو دليل على قدوم رزق أيضا لكن وجب الحذر منه. فعندما يكون الإنسان فقيرا ولا يكسب شيئا أو قوته ضعيف، فطبيعي جدا لن يكون له حاقدين وأعداء كثر، لكن إذا على شأنه في هذه الأرض فسيكون له حاقدين وكارهين وأعداء لا يتمنون له الخير ويتمنون زوال النعمة عنه. فنعطي أمثلة من التفسيرات استنادا إلى تفسيرات الشيخ الجليل محمد بن سيرين. على سبيل المثال: من يرى الدود يخرج من جسده فهذا مؤشر على زوال الهموم والكرب، كما أن من يرى الدود يخرج من الدبر فهذا دليل على طول العمر ودليل على كثرة الأحفاد، أما من يرى الدود يخرج من بطنه فهذا يدل على ابتعاد بعض الأشرار والأعداء عنه. المرأة عندما ترى دودا كثيرا على السرير، إن كان أبيضا فهو خير وبركة، وإن كان أسودا فهذا دليل على وجود أعداء وحاسدين لها ولأبنائها، وخاصة إذا كان عندها أبناء ناجحون وفي عمر الزواج. الدود الأبيض في المنام له دلالات أحيانا على النفاق والرياء الذي يحاوط هذا الشخص، وسببه أنه رزق كبير يأتي لهذا الشخص وكل من حوله لن يحبوه لشخصه إنما على ماله، وهذا يعبر بالنفاق والرياء. من يرى في المنام كأن الدود يخرج من الفم أو اليدين فهذا يؤكد بأن الرائي يكسب ماله من حرام، فليراجع نفسه أو يراجع أحد الشيوخ الثقة ليفتيه بما يجب أن يفعله. إذا رأى الشخص دودا يخرج من الجسم ذلك يكون دال على مال حرام وغيبة في حالات كثيرة. من يرى أيضا أنه يقتل الدود في المنام فهذا دليل على تقصيره في طاعة الله، وأنه سوف يتعرض لبعض المشاكل والهموم لا قدر الله. إذا رأى شخص بأن الطعام الذي يأكل منه أو الشراب الذي يشرب منه مليئا بالدود فهذا يكون خيرا ورزقا واسعا بإذنه تعالى، كما أن الدود الأبيض الكثير في المنام دليل على تيسير الأمور والأعمال الصالحة المتقبلة بإذن الله الواحد الأحد.